تريانجل. ايه الماسكولار تريانجل ده؟ ده اللي هو ما بين الميدل لاين انتيرولي، وبعدين هنا ده الانتيرو بوردر اوف ذا ستيرنو ماستويد، وبعدين فروم اباف اند لاترالي يبقى هنا هو في الماسل دي اللي اسمها السوبيرور بيلي اوف ذا اوموهايويد ماسل. يبقى هنا الميدل لاين، هنا الاسترنو ماستويد، هنا في الاوموهايويد. هنا في مجموعه ماسلز، اول ماسل او المجموعه دي من الماسلز بنسميها البري تراكيال ماسلز لانها قبل التراكيه، المفروض جوه هنا في التراكيه، فدي الماسلز دي بنسميها بري تراكيال ماسل، او اكملناها تحت الهايويد بون هنا بنسميها انفرا هايويد ماسلز. ايه هما الماسل دول؟ قال لك على طبقتين. الطبقه الاولى ادي اول واحده اللي هي اسمها استيرنو هايويد ماسل، طالعه من الاسترنم وراح تمسك في الهايويد بون، يبقى دي اسمها استيرنو هايويد، واللي مايله دي اسمها اومو هايويد. اما اشيل الاسترنو هايويد الاقي ماسل تاني، اتنين ماسلز تحتها، واحده طالعه من الاسترنم راح للثايرويد كارتج اسمها استيرنو ثايرويد، واللي بعد كده اسمها ثايرو هايويد. يبقى هنا هوت، يبقى الماسلز في طبقتين، الطبقه الاولى استيرنو هايويد، الطبقه الثانيه الاومو هايويد، الطبقه الاولى برضو الاومو هايويد، وبعدين تحت الاسترنو هايويد في استيرنو ثايرويد وثايرو هايويد. البري تراكيال ماسلز او الانفرا هايويد ماسلز دول كلهم بياخدوا نيرف سبلاي من حاجه بنسميها نيرف اسمه الانسا سيرفايكاليز، ما عدا الثايروهايويد، ودي اللي بتاخد نيرف سبلاي من سيرفايكال واحد عن طريق الهايبوجلوسا النير. عشان كده بنحفظ all the infrahyoid muscles are supplied by ansa cervicalis اللي متكونه من سيرفايكال واحد واثنين وثلاثه اكسبت الثايروهايويد اللي بتاخد من سيرفايكال واحد. خد بالك المنظر ده انا عايز اوري بيه ايه. دي الهايويد بون اهو، وده السوبيرو بيلي بتاع الاومو هايويد اللي هي دي، وده الميدل لاين هنا. يبقى انا كده جايب جزء هنا اهو من الماسكولار تريانجل، يعني ادي الميدل لاين وادي الاومو هايويد اهي، المفروض كانت هنا الاسترنو ماستويد بس زي ما حضراتكم شايفين هي ريفلكتد اهي. فهنا اللي باين ده جزء من الماسكولار تريانجل اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا عارفين ان الماسكولار تريانجل في مجموعه ماسلز كلها بتاخد نيرف سبلاي من الانسا سيرفايكاليز ما عدا واحده بس. ايه الماسلز دول؟ قال لك هنا دي اول واحده اهي، دي استرنو هايويد طالعه من الاسترنم وماسكه في الهايويد بول، وعلى نفس اللاير بتاعتها في الاومو هايويد، ده السوبيرو بيلي بتاع الاومو هايويد. يبقى دي استيرنو هايويد وهنا دي الاومو هايويد. لما ارفع الاسترنو هايويد كده هنا اهو كده اهو، المفروض ان انا بلاقي اتنين ماسلز زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. هنرفع الاسترنو هايويد الاقي اتنين ماسل، واحده تحت اسمها استيرنو ثايرويد ودي ماسكه في الاوبليك لاين بتاع الثايرويد كارتليج، يبقى دي استيرنو ثايرويد. وبعدين واحده تانية اسمها ثايرو طالعه من الاوبليك لاين بتاع الثايرويد كارتليج ماسكه في الهايويد بون اسمها ثايرو هايويد. دول بيكونوا الطبقه الثانيه من الماسكولار ترينجل، دي استيرنو هايويد ودي اسمها ثايرو هايويد. الماسلز دول ليهم اسم اسمهم بري تراكيال ماسلز او انفرا هايويد ماسلز. دول كل دول بياخدوا نيرف سبلاي من الانسا سيرفايكاليس اللي هي سيرفايكال واحد واثنين وثلاثه، ما عدا الثايرو هايويد بس، دي اللي بتاخد نيرف سبلاي من سيرفايكال واحد عن طريق الهايبوجلوسال نيرف.